إضاءات ثقافية، برنامج إذاعي منوع يتواصل ويتفاعل مع مختلف الفعاليات الثقافية التي تحييها المؤسسات الثقافية في المملكة. إضاءات ثقافية يستضيف الفاعلين في الحقل الثقافي من الأدباء والكتاب والفنانين والمثقفين، يحاورهم، يسلط الضوء على منجزاتهم ومعطياتهم الثقافية. إضاءات ثقافية يغطي مساحات الثقافة في أسبوع، ويتابع ما سوف يقام من فعاليات ثقافية في الأيام القادمة. إضاءات ثقافية، إعداد وتقديم يوسف الحمدان. إضاءات ثقافية، للمخرج محمد الحسن. أعزائي المستمعين، مساكم الله بخير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة ومختلفة ومغايرة أيضا في هذا اليوم بالذات من برنامجكم الإذاعي الثقافي إضاءة ثقافية. طبعا في هذه الحلقة أعزائي المستمعين راح نوقف على رؤى وتطلعات ومقترحات الأخوة والأخوات في حقل الثقافة والأدب والمعرفة بشكل عام. يعني ماذا تحقق في عام 2015 من فعل ثقافي فعلا يشار له بالبنان؟ ما هي المعوقات التي وقفت أمام بعض التطلعات الثقافية الطموحة والمهمة؟ ما الذي يرجوه المثقفون أو يتأمله أو يأمله المثقفون في العام القادم الجديد 2016؟ طبعا احنا على مقارب تقريبا يعني الاحتفال بهذا العام او الدخول في قلب هذا العام بعد 4 ساعات تقريبا. يعني اكيد مثقفين فنانين يعني بالجعبة وفي حوزتهم امور كثيرة، احلام كثيرة، تطلعات كثيرة لعام ثقافي جديد، خاصة وأن البحرين هي فعلا لما نتكلم عن البحرين هي بلد الحضارة، بلد الثقافة العريقة، بلد يعني خلنا نقول بلد المعرفة بمختلف تنوعات. معانا راح يكون مجموعة من المثقفين بمختلف الاهتمامات الأدبية والثقافية والشعرية، ويعني وكل هذه الاهتمامات راح يتكلمون، راح نسمع تطلعاتهم للعام العام الثقافي الجديد نقدر نقول، وللعام الفني الجديد على صعيد الأغنية، على صعيد أيضا يعني الشعر ومختلف الاهتمامات. طبعا نقول لكم بداية أعزائي المستمعين كل عام وانتم بخير، وعساها سنة جديدة وجميلة ورائعة عليكم كلكم وعلى أهل الوطن وعلى وطننا الغالي والحبيب. نقول لكم مرة ثانية كل عام وانتم بخير، وأكيد فنان محمد الحسن محضر أغنية تناسب هذا العام، تناسب أيضا يعني روحكم وشفافيتكم العالية وأيضا حسكم الجميل. راح نسمعها مع بعض ومنعود لكم إن شاء الله مع مثقفين وفنانين ومبدعين وتطلعات.
محمد الحسن هو فنان طبعا شفاف ومعاي في الاستوديو، اقول لك العام وانت بخير. يعني اكيد هو اليوم ما شاء الله مستعد لاحتفال جميل اكيد فني وغنائي بلا شك، ويمكن يشارك فيه احنا ما ندري، يعني ذلين الفنانين هم اصحاب مفاجآت احيانا انت ما تدري عنها شلون. واكيد بعد ما نستقني يعني يعني اليوم ان نسمع بعد اغنيه من الحانه ومن اختياراته، وهذا شيء مهم لان محمد ملحن جميل ومتميز ومتفرد ايضا في ادائه. وايضا طبعا لا انسى في هذه المناسبه اذا سمحوا لي لاول مره، وهذا جانب انساني وثقافي، اني طبعا يعني اهنئ زوجتي الجميله الحبيبه أم فهد، وأقول لها كل عام وأنت بخير. أم فهد طبعا وقفتها يعني معاي وقفة غير عادية، خاصة في الشأن الثقافي في الشأن الصحفي، صاحبة مقترحات ورؤى، ترى يعني هي نعطيها مساحة لتقول وجهة نظرها الثقافية. أنا أعتقد هي يعني يمكن أيضا أضيف لهذا البرنامج. كل عام يا الحبيبة يا أم فهد أيضا وأنت بخير. طبعا معانا الآن الصديق الكاتب المتأمل الجميل والرائع كما عهدناه وكما نعرفه، صاحب التطلعات الجميلة دائما على الصعيد الثقافي وعلى الصعيد الأدبي وعلى الصعيد المعرفي، الأستاذ مبارك العطوي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز عبد الرحمن كانو الثقافي. أولا نقول لك كل عام وانت بخير يا أبو صلاح. منت بألف خير يا شيخ أبو دانا، مرة واحدة حبيب قلبي حبيب قلبي، الله يديم عليك وإن شاء الله هذا العام الجميل اللي تغنى فيه كل عام سعيد وعام مليء بالخير للبحرين وللبحرين ولكل الناس إن شاء الله. الله يسمع منك يا أبو صلاح حبيبي حبيبي أستاذ الجميل أستاذ مبارك العطوي أبو صلاح. بالنسبة لك عام 2015 شنو أهم حدث ثقافي يعني تحقق بالنسبة لك؟ وأيضا نتمنى أن أيضا هذه على الصعيد الشخصي بالنسبة لك وبالنسبة لمركز عبد الرحمن كونو أيضا، ودنا نتعرف على أهم حدث ثقافي تحقق على صعيد مركز عبد الرحمن كونو، فيا ليت نسمع منك. والله أشكرك على الدعوة الجميلة وعلى اليوم الجميل اللي الحقيقة الإنسان بين شريطين، شريط الأمن شريط شوية المراجعة على ما يقولون. شريط المراجعة السنة 15 كانت جدا جميلة بالنسبة لي، أنا أعتقد فيها كثير من المحطات فعلا خطوة القدام في حياتي بسيطي العملية والأدبية. نعم. أنا ما أقول لأن أنا فعلا تم تعييني أمين عام لجائزة كانوا في سنة 15، هذه من الأحداث الطيبة اللي مرت علي. تستاهل يا أبو صلاح، تستاهل كل خير يا قلبي، الله يرضى عليك. وبعدين في خلال المسيرة هذه كان يعني لقاءات جميلة جدا مع إخواننا الشعراء الكتاب، بعض الإخوان أساتذة الجامعات، صلنا لقاءات على سبيل رسمي الصعيد الخاص، فكانت يعني أعتقد مليئة باللقاءات وكانت فرص للقاء بعز الإخوان. والحقيقة من القيادات على المستوى الفكري والثقافي والاجتماعي، أعتقد رقم الألم اللي عاشه كثير من الناس من أحداث المنطقة من معاناتنا مع قضية اليمن وقضية هاجس الخوف اللي قاعد المنطقة، لأن في مساحات كبيرة كانت ربي يفتح مجالات الخير والفرح لنا والأمل بلا شك. نعم نعم، ودائما هي بوابات الأمل مفتوحة لما الإنسان يستشعرها يستشعر في هذه الجانب رقم مساحته وقلته وهذه الإشكرة هي يعني إنسان يريد بس يعزلون نفس جميل ويمشي معه ونفس آخر. صحيح. فأنا أعتقد 15 من السنوات الجميلة جدا. وأنا بذكرك بشيء بعد يا أبو صلاح بقاطعك معليش، الإصدار إصدارك هذه من أهم أعتقد يعني أيضا. الله يخليك. نعم يعني نعم. نعم. هذا أعتقد كانت يعني نويت أجل لك لأن يعني سبحان رب العالمين ألمني أن أتبع بالعمل هذه نعم. السنة اللي فات 15. فكانت أعتقد يعني فرصة لفرق مثل ما قلت يعني رابط آخر في مجال التأملات. يعني أنا لما رحت في هواجس النيل لقراءات أخرى كان في أن أقفل بعض النواقص اللي فاتتني في الهواجس واحد. نعم.
فاعتقد انا يعني كنت سعيد جدا ان انا اتممت الموضوع في وقته وسمعت الاراء من اللي لهم، كانوا فعلا دافعني للقاء في مخي يعني اللقاء في اخر مع تاملات في الطريق على اثر عليه جميل، وهذه بسبب الوقت الاقتراحه جميل عملنا 15 لنا. وبالنسبه لمركز عبد الرحمن كانوا شنو اهم فعل ثقافي استوقفك؟ والله اعتقد يعني التنوع اللي عملناه السنه خلانا مشدودين في كثير من الجوانب الجميله، يعني على سبيل الحية يمكن اللقاءات الأدبية شدت، لكن المرة العلمية كانت جدا مؤثرة. يعني خاصات لبعض الأخوة الدكاترة ضيوف اليوم من البحرين كانت يعني ممتعة جدا، رغم أن هي دائما يقول لك المادة العلمية جافة، إلا أنهم وضعوا فيها بعض المهارات الفكرية الجميلة، روح مشوقة يعني. جدا جدا استمتعنا السنة. أنا أعتقد وفقت الأخت بسمة في برنامجها السنة 15 جدا متنوع جميل وراقي جدا جميل، واستقطبنا كثير من خيرة شبابنا ثقافيين، وعززها يعني أقدر أقول لك يوسف التدشينات الكتب، وكانت ممتعة السنة. يعني أكبر عدد تدشن خلال المرحلة الأخيرة كانت من نخب البحرين الحبيبي، وهي بلا شك يعني مساهمة أصيلة وجميلة في يعني تشجيع على النشر، وهذه طبعا دور للعبة مركز عبد الرحمن كانو منذ تولى يعني هذه يعني إدارة هذا المجلس والاشتغال على الفعل الثقافي. إنزين أبو صلاح، لو سألتك عن برنامجنا إضاءات ثقافية ماذا تقترح لتطويره مثلا؟ هل يعني عجبك البرنامج؟ هل هو يعني في عندك ملاحظات عليه؟ أعتقد هو من الاستراحات الجميلة جدا اللي ما تحمل يعني هم وغم. أعتقد أنت بإجادتك وبملامستك لهذه النخب الجميلة اللي تحتاج يعني تخرج صوت أو أن تلقي ضوء في معين أو أن تؤكد بمخصية أو أن تستمع أو تسمع لآخرين بعض الأمور الفنية والاقتصادية. أنا أعتقد أنت وفقت جدا. أول شيء اختياراتك دائما مريح ممتعة ممتعة وجدا خفيفة ما شاء الله، وأعتقد هم يلمسون هم البحر الثقافي، يلمسون بعض سجود الآخرين. يعني مثل ما أجيب أتكلم مع رئيس حمدان هو شريحة كل المقدمين الجميلين اللي ينقل في بعض ملقاءاته بعض الهاجس اللي ينقلها الآخرين من ذوقك يا حبيب قلبي. الفنانين اللي تجبتهم كانوا يقلون بعضهم بعضهم بعض بلا شك، وطبعا أنا يساعدني أيضا المخرج بعد ما شاء الله محمد الحسن يعني في نقل هذه الصورة. لا طاقم جميل، أنا على المرحلة هم نخبة من الحلفيين عندك الله يوفقهم، لأن أنتوا يا أخي أعتقد مجموعة طاقم جميل، لأن أنتوا تتناغمون جميل في حلاوتكم في حبابكم، فإن الله يدم هذا المودة وزي الله يطول عمرك يا صلاح. المساحة تزيد، التنوع اللي تعمله أنت جميل، يعني أنا أقول أنت الوحيد قاعد يعني تبحث عملية المؤسسات والمنتجات الثقافية كذا، يا ريت إنه يعني ما قلت مساحة تزيد، يكون في لقاءات من بين الأسابيع غير المناسبات اللي تعملها بشكل يعني احترافي جميل وتلامس في حاجة الواحد إنه يعبر عن حاجة المجتمع، حاجته هو، حاجة مؤسسته إذا كان في الثقافي. فأنا أعتقد نحتاج يمكن شوية الساحة اللي مناسبة اللي مثلا بعض القيادات الثقافية لازم نطلع على غسل شوي جميل. احنا نترك طبعا هذا المقترح يعني الجهاز الإداري بإذاعة البحرين، وعقب بنسمع أكثر من مقترح وراح نستفيد احنا منها بلا شك إذا استمر البرنامج إن شاء الله معكم. أبو صلاح، العام 2016 ماذا يعني تأمل؟ ما الذي يعني تطمح في أن يتحقق؟ والله أنا عندي كذا يا أخي موضوع قلق لي للبحرين كلها. إي نعم. يعني أنا أعتقد البحرين وبالذات المسؤولين وبالذات اللي شايلين هم الثقافة هم البلد كده يعني. إي نعم. واحدة منهم الأشياء دابود. الآن لابد يعني مراجعة عملية الدعم، يعني الدعم المباشر وغير المباشر معنوي والمادي للهيئات الثقافية في البحرين. لابد يكون في وقفة للأشياء الوطنية الشعبية. جميل. لا نبتعد، يعني صحيح. أنا مع كل الرقي والتكافل العرقية، مع كل التلون الجميل اللي ناخذ على مستوى العالم، لكن لا ننسى الوطن. الوطن مهم، الثقافة الوطنية ضرورية. نعم، الثقافة الوطنية والذاكرة الوطنية والذاكرة الشعبية يجب أن لا تغيب. هذه أعتقد
لازم نلامس السن بشكل أكثر. جميل جميل. وحتى لو خصصت الحقيقة إدارة الهيئة الثقافة الشيخة مي ما تقصر. لابد تعمل قطاع يهتم بها، لابد. لأن إحنا ممكن على العمل الكبير دعا كمه وتأذي لا نقصر هذا الجانب، لأن لن تقوم البلد إلا من يعني من 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 من, من يعني أهم مخرجه هو تراثه. إيه نعم. وبوات عيالها وشبابها. الشيء الثاني الآن المؤسسات القائمة الثقافية لابد أن المؤسسات الرسمية تقبلهم في كل مناسبات تتنادي مر، لابد يكون يعني دعوتهم مشاركتهم. صحيح. كلام سليم. يعني ليش كم ما مش بطريق مباشر وباشر؟ هم أساس وركيزة أساسية بلا شك يعني. هنا لابد يكون هناك يعني واعد ودافع يعني شخصي للقيادات على المستوى الثقافة ومستوى حتى الدولة والوزارات الأخرى. صحيح. اللي فيها العلاقات والثقافة يجب أن يكون هناك وقفة لهالجماعة على المستوى الرسمي والرسمي. في يجب هناك عمل مهرجان ثقافي. صحيح. ليش ما يكون موسم أكثر من أربعة مواسم للهيئات الثقافية المشتركة وعمل مهرجان بينهم نفضل عن ليه ما نكون عندنا مبادرات في هذا الجانب وهي ما تكلف كثير. تصير المبادرة ولقاء الإخوان وزيادة محبتهم والله عطاك راح تطلع راح تكتشف كثير من مواهب الغايبة أو المغيبة. فأنا أعتقد لابد أن نحضر لهذا الجانب. يا أخي يجب أن يكون نوع من الكتاب. لا ننسى واحد ألف كتاب كتابين أو واحد من الإخوان بس عقب ما ينتهي كتاب مسكين ما تحصله ما يجوز. لابد أن كلهم استدعاء دعوتهم أن واحد يعني لابد يكلف بعض الإخوان في الصعب كثرة وايد. لابد تتلمس حاجة الكتاب للمساهلة للرأي وواحد يكلف بعض الإخوان الناقدين. يا أخي عندنا كتاب عيالنا وهو يحصل في عام خفش تناظر يكتب عني لازم أنا أعرفك ولا ما تكتب عني. إيه صحيح 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 صحيح. خطير العملية. هو إحنا نحتاج أيضا للجانب المعرفي من قبل الهيئات الثقافية إنه يكون مفعل أكثر، يكون هناك نوع من التكليف. إذا هناك مثلا طاقات، هناك مثقفين، هناك قامات وعمالقة حقيقة في كل على كل الصعيد في البحرين، يكون هناك تكليف بطباعة أو كتابة حياتهم أو بكتابة سيرتهم أو كتابة المناح الفكرية والمعرفية في حياتهم. يعني أعتقد إن هي كل هذه يعني آمال وتمنيات، وهي أيضا ترى هو وجع أيضا مشروع يعني بسم الله على الكل يعني هالكلام دي لكنه وجع مشروع. لا لا هو هذا هذا الأمل المحمول الآن. إيه نعم. فعندي طال عمرك التأملات أرجو أن يكون رب العالمين يعني عملنا أن يكون في لازم يكون هناك حتى المشروع الثقافي. صحيح بالضبط. للأمور الشعبية. إحنا نفتقد الرسمية خلوها رسمية موجودة. إيه نعم إيه نعم. في كثير من يعني مش الفراغات في مساحات لهذا الوطن اللي يتحمل بعض يعني خطط تنفيذ تطويره تأويله إعادة يعني ترسيد. لابد يكون في تحرك. تحرك صحيح. صحيح. على مناسبة في احنا مثل ما تفضلت. إيه نعم. مثل ما تفضلت احنا نحتاج فعلا لاستراتيجية ثقافية شاملة. رغم ان انا اشوف ان مركز كانوا قاعد يقوم بدوره ذي لكن كمؤسسه، لكن احنا نتكلم من الهيئات الثقافيه المباشره اللي تقوم بالدعم وتقوم بالتمويل وتقوم بال يعني ايضا بال يعني لم شمل الاسره الثقافيه في والفكريه والمعرفيه في البحرين. نحتاج ان فعلا يكون هناك خطه شامله لان احنا فعلا نفتقر الى هذه الخطه. هي خطه مواسم معينه للفعالية الثقافية ولكنها ليست خطة على صعيد تنمية الفعل الثقافي. والبحرين يعني جدا تهتم بمسألة التنمية بشكل عام، وطبعا وما أكثر ما أكد وركز ودفع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة الله يحفظه رئيس الوزراء الموقر على مسألة المشروع التنموي، دائما التركيز على المشروع التنموي. فنتمنى أيضا بعد نظر فعلا والبلد كذلك تجسي لكن مثل ما تفضلت لامستو كثير يعني سمو الشيخ خليفه الله يحفظه يا اخي كأن قاعد وياك في كل مكان. صحيح صحيح. وهذا يعطي التميز انك تقدر تخاطبه باي مساحه وفي اي مكان دون تكلف، وهذا رجل يرى الحاجه. ولكن احنا اعتقد من خلال طبعا لا شك يعني مقام جلاله الملك وبعدين يحب الامور يحب الفنانين ويحب المثقفين شيخ سلمان كان كل في ميدان، لكن لازم ان تضع مشروع مثلا خطة ومشروع يظهر بالتوجهات كلها. صحيح. ما تترك على مثل ما قلت ما رجعك الخمس سنوات أو ما يجوز الكلام هذا. وبعدين أنا أعتقد هذه كلها بتلملم بعض البقايا اللي عندنا من
من الامور الكبيره اللي خاف تضيع. اي نعم صحيح. عموما ابو صلاح يعني اتمنى ان هذه التطلعات تتحقق، وهي امنيه يعني امنيه حقيقه، وامنيه يعني تتملك قابليه التحقق وليست يعني عمليه صعبه جدا، يعني تتملك قابليه طالما هناك عزم من قبل القياده او المعنيين بالشان الثقافي والفكري. تحتاج مبادرات للطلاب. نعم ومبادرات من قبل ايضا احنا اللوم ايضا احنا بعض المؤسسات الثقافيه لم بقي ان تلتقي مع بعض وتطرح مشروعها الثقافي وايضا تقترح على الهيئه الثقافيه وتقول هذه احنا اللي نتمناه ونتمنى انه يتحقق، فماذا لديك يا هيئة؟ هذا مفترض أن يكون. شكرا جزيلا وكل عام وانت بخير يا أبو صلاح أستاذ الجميل. شهودها عليك إن شاء الله على الجميع إن شاء الله يا رب، ويكون أعوامكم دائما وأيامكم طيبة، وتسعد البحر تسعد بتقديمكم تسعد بكم يا أخوي. الله يحفظك حبيب قلبي يا أبو صلاح الإنسان الجميل والنبيل أبو صلاح الأستاذ مبارك العطوي نائب رئيس مجلس إدارة عبد الرحمن قانون الثقافي والكاتب المتميز صاحب الإصدارات التأملية، وعلينا أن نقف عن كلمة التأمل لأن في التأمل بعد نظر. شكرا جزيلا وكل عام وانت بخير، كل عام والثقافة وأهل البحر إن شاء الله كلهم بخير يا رب. شكرا لك تسلم حياك الله حبيبي.